الله يرحمك يا أبو الخير، رحت بكير وولادك تجوزوا، بس ما لهم حظ من نسوينه، ولا واحد فيهم طالع إلها. والله كنت رجال وسيد رجال، بس اطمن أنا عم شد عليهم حتى يندعكوا بالحياة مزبوط ويصيروا رجال، حتى نسوينهم ما عم اتهاون معهم، مع أني بحبهم ما عدا الحرباية سعاد.